السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل ام سي كيو المحاضرة الثالثة اللي هي الريفرسابل سيل انجري. نبدأ كده في أول سؤال. بسم الله. One of the following is irreversible cell injury. واحدة من دولت عبارة عن irreversible، يعني لا يمكن الرجوع فيها. لأن عارفين اللي لا يمكن الرجوع فيه حاجتين، نيكروزس وأبوبتوسس. تعالي نشوف كده اللي مكتوب. كلاود سويلنج ده ريفرسبل، هايلاين تشينج او ميوكويد تشينج او هايلاين ديجنريشن، كل دول ريفرسبل. نيكروزس نيكروزس ريفرسبل. وفاكيولار ديجنريشن ده برضك زي هيدروبيك ديجنريشن ريفرسبل. يبقى الوحيد الار ريفرسبل هو النيكروز رقم دي. نيكروزس از ديفايند از ايه؟ ايه تعريف النيكروزس؟ ابنورمال ستورج اوف كلسترايدز، تخزين الجلسريد. لا غلط. سيلولار دي جنريشن، لا برضو كده ده ريفرسبل. ديس اوف جروب اوف سيل، خلايا كتير بتموت، مجموعه خلايا مع بعض، يبقى دي صح. ديس اوف سنجل سيل، لا ده الابوبتوزس، سنجل سيل ابوبتوزس، ما خلايا واحده تموت كده بالبروجرام بتاعها يبقى اسمه ابوبتوزس. ريفرسبل سيل دامج، لا ده هو irreversible، يبقى الوحيده اللي صح رقم سي. One of the following is characteristic of necrosis، حاجه من دولت كده من مميزات النيكروزس. السيل ممبرين از انتكت، لا السيل ممبرين بيبقى انتكت في الابوبتوزس وبيتدمر في الاخر، اما في النيكروزس السيل ممبرين بيبقى فيه مشاكل من الاول، من مع حدوث النيكروزس في الاول يعني. انكريز انترا سيلولار بوتاسيوم، لا ده الكالسيوم اللي بيبقى زايد هو والصوديوم. نورمال نيوكلاس، النيوكلاس طبعا برضك اتدمرت عشان كده بقى irreversible. شرانكن سيتوبلازم، شرانكن سيتوبلازم ده مع الابوبتوزس. سراوندد باي زون اوف ريدنس، او بيبقى فيه acute inflammation بيبقى فيه زون اوف ريدنس، فدي اللي صح. which of the following occur in ischemic necrosis، اللي من ده بيحصل في الاسكيميك نيكروزس؟ افلاكس اوف بوتاسيوم وصوديوم، بيخرج البوتاسيوم والصوديوم، ولا انفلاكس اوف بوتاسيوم وكالسيوم، انفلاكس اوف صوديوم ووتر؟ كل ده مش صح. اللي بيبقى داخل زياده الصوديوم والكالسيوم، الصوديوم والكالسيوم هم دول اللي بيعملوا نيكروزس. فيليير للبامب بتاع الصوديوم بوتاسيوم، وفيليير للبامب اوف كالسيوم، الاثنين دول بيزودوا الانفلاكس دخول الصوديوم والكالسيوم، والكالسيوم بقى ينبه الانزيمات الفوسفولايبيز والبروتييز والكلام ده والاندونيوكلييز، يحصل لهم اكتيفيشن ويبداوا يحللوا في النواه، فده نيكروز. نيكروزس از ديس اوف سيل ان ديد بادي، يعني موت خلايا في جسم ميت؟ لا طبعا هي موت خلايا في جسم ليفنج، في جسم حي. طب فاتي ديجنريشن، لا فاتي ديجنريشن ده ريفرسابل. بروجرام دي سيل ديس ده الابوبتوزس. ريفرسابل ديس سيل ديس ده برضك ريفرسابل، مش هو ده النيكروزس irreversible. طيب نيجي نشوف حاجه تانية. irreversible سيل انجري، ما يحصل irreversible cell injury is evident by ايه؟ بلاقي فيه fragmentation of the nucleus، فعلا النواة بتتأثر وتعمل irreversible ده بلا رجعة بلا عودة، يبقى فعلا النواة بتتأثر. طب نبص على الباقي، stretch of the cell membrane، يعني لا عادي ده ممكن يحصل في حاجات تانية، swelling of the cytoplasm، swelling of mitochondria، vacuolation of cytoplasm، كل الحاجات دي reversible. كل الحاجات دي لو حصلت وعالجناها وبعدنا عن المؤثر اللي عامل المشكلة الخلية بترجع، أما لو النواة اتدمرت خلاص على العوض، fragmentation of the nucleus خلاص ده irreversible. يبقى الحاجة الإيفيدنت اللي لما أشوفها كده أقول خلاص ده irreversible، لقيت مخ الخلية خلاص النواة بتاعتها اتدمرت، فخلاص يبقى أقول ده irreversible cell injury، مفيش رجوع فيه. Which of the following is a type of necrosis؟ إحنا عارفين الـ types of necrosis خمس أنواع، افتكروها كده، كوكا كولا فيفا. وطبعا الكوكاكولا دي سائل ففي ليكويد كمان. في كواجولاتيف نيكروزس ده بيحصل في السوليد اورجانز، كازياس نيكروزس سوليد اورجان لما بتنقص الدم فيها بيحصل فيها حاجه اسمها انفاركشن او ليكوفاك او كواجولاتيف نيكروزس، ما عدا البرين، البرين بيحصل فيه حاجه اسمها ليكويفاكتيف نيكروزس. ليكويفاكتيف نيكروزس ده في البرين، اما اي سوليد اورجان تاني ونقص الدم فيه بيعمل كواجلاتيف. طب الكيزياس، كيزياس الجبنه، جبنه الاطباء تي بي. في فيبرينويد، فيبرينويد ده بيحصل في الارتريس تحت اللايت مايكروسكوب، اللي هي حاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا. في حاجه اسمها فاتي نيكروزس، دي انواع نيكروزس خمس انواع مهمين.
بيحصل فاتي نكروزس في البنكرياس اكيوت بنكرياتيتس، وبيحصل اللي هو التروماتيك بتاع البريست. طيب نشوف هنا كده ايه انواع دي، كيزياس ولا كلاودي ولا كونجستيف ولا فايبرس ولا فيب ولا هيدروبيك. كيزياس بتاعت تي بي. طب الكلاودي؟ لا كلاودي دي جنريشن. وكونجستيف؟ لا برضك. ولا الفايبرس اسمه فيبرينويد مش فايبرس. كل دي مش انواع نكروزس. انفاركشن، يعني ايه انفاركشن؟ حته من التشو بتموت نتيجه لنقص البلاد سبلاي. الانفاركشن ده لما بيحصل في سوليد اورجان يعمل لي اي نوع من النيكروزس، يعمل الكواجلوتيف نيكروزس اللي هو يحصل تجلط للبروتينات وتتجمع كده زي البيضه المسلوقه، ده الكواجلوتيف نيكروزس بيحصل في السوليد اورجان. الانفاركشن في السوليد اورجان مهم قوي، بيبقى كواجلوتيف نيكروز. طب ايه one of the following is a feature of necrosis؟ تعال نبص كده نشوف مين من دولت feature of necrosis. amyloidosis of the liver؟ لا amyloidosis ده مش تبع necrosis، ده دي accumulation extracellular. cloudy swelling ده reversible يبقى مش تبعه. hyaline برضك hyaline degeneration مش تبع necrosis. infarction of the kidney؟ اه infarction ده يعني حته ماتت solid اهيت، يبقى coagulative necrosis. اه يبقى ده يعتبر necrosis. inflammatory exudate؟ لا ده دوت في الاكيوت انفلاميشن مش تبع النيكروزس. اه هو حواليها حته انفلاميشن بس النيكروزس ذات نفسه ما فيهوش inflammatory exudate. infarction of brain لما يحصل brain infarction، الدم اللي وصل للمخ قليل هيحصل فيه نوع من انواع النيكروزس. اي نوع بقى؟ البرين، علشان كله دهون والدهون دي طريه كده فبتحصل لها ليكويفاكشن، تتحول لسائل، ليكويفاكتيف نيكروزس. يبقى عندنا الدم لما ينقص في اي اورجان او الانفاركشن على طول بيبقى اسكيميك نيكروزس، تمام؟ بيبقى كواجيلاتيف ما عدا في البرين، البرين الوحيد اللي هو ليكويفاكتيف نيكروزس. يبقى اكزامبل للليكويفاكتيف نيكروزس، ليكويفاكتيف نيكروزس في البرين. طب تعال نشوف الحاله دي كده. 72 year old woman، امراه عندها 72 سنه، is brought to the hospital with left sided paralysis، عندها paralysis يعني شلل، شلل في جنبها الايسر الشمال. consistent with معاها الشلل ده كان حصل ischemic infarction، يعني ايه؟ الدم كان ناقص للسيريبرال كورتكس للجزء اليمين، قشره المخ اليمين بتتحكم في الجانب الشمال في جسمنا. فالقشرة المخ الدم اللي وصل لها قليل فماتت الخلايا فحصل paralysis أو شلل. Which of the following would most likely to be seen on the microscopic examination؟ لو أنا خدت عينة كده من المخ بتاع الست دي المفروض ألاقي إيه؟ هلاقي نيكروزس. أي نوع من نيكروزس؟ هنا في المخ، مشكلة في المخ، يبقى brain يعني liquefactive necrosis، يبقى دي اللي صحيحة فيهم. Which of the following type of necrosis is characteristic of ischemia؟ ischemia يعني نقص الدم، الدم لما ينقص في الأورجان هيعمل حاجة اسمها infarction أو coagulative necrosis في السوليد أورجانز كلهم ما عدا في البرين، يعمل liquefactive necrosis. يبقى الإسكيميا بيحصل معاها طالما قالها عامة كده يبقى قصده coagulative necrosis. يبقى الإسكيميا نقص الدم بيعمل necrosis أي نوع أو بيعمل infarction. الانفاركشن ده نوعه ايه؟ كواجيوليتيف نيكروزس. Which of the following is considered coagulative necrosis؟ ها نشوف كده coagulative necrosis يعني نقص الدم، يعني اسكيميا، يعني انفاركشن في سوليد اورجان. برين انفاركشن؟ لا البرين بيحصل فيه ليكويفاكتيف نيكروزس. كيدني؟ اه كيدني ده سوليد ويحصل فيها انفاركشن، صح يبقى دي صح. طب النيكروزس ويز بيوتريفاكشن؟ لا تي بي، تي بي كيزيوس. تروما في البريست تعمل حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروزس مش كواجلوتيف نيكروزس. يبقى كواجلوتيف نيكروزس بيحصل نتيجه انفاركشن، حته ماتت الدم قل فيها وسوليد اورجان مش البرين، البرين ليكويفاكتيف. اما الكيدني، الهارت، السبلين، الليفر، كل ده سوليد اورجان يحصل فيه كواجلوتيف نيكروزس زي البيضه المسلوقه، البروتينات تتجمع كده وتتجلط زي البيضه المسلوقه. coagulative necrosis usually result from ايه؟ بيحصل ليك coagulative necrosis نتيجه لسه قايلين، نتيجه الانفاركشن، نتيجه الاسكيميا، نتيجه لنقص الدم. يبقى ايه اللي صح في دول؟ ابسس؟ لا الابسس اصلا بيحصل فيه بعد كده يتحول لسائل، بيبقى نوع من انواع الليكوفاكتس. acute pancreatitis ده بيعمل انزيماتيك فات نيكروزس. الاسكيميا؟ اه الاسكيميا نقص الدم يعمل coagulative necrosis. السيفاليس، التي بي، التي بي بيعمل كيزيوس. فايه؟ فاللي صح هي رقم سي الاسكيميا. myocardial infarction is a type of myocardial infarction ده تعتبر نوع من ايه؟
مايوكارديال يعني القلب، انفاركشن يعني نقص الدم، موت في عضلة القلب نتيجة لنقص البلاد سبلاي، وده غير البرين. البرين قلنا ليكويفاكتيف، أي حاجة تانية انفاركشن تبقى كواجولاتيف، كواجولاتيف نيكروز هي دي اللي صح. أما ليكويفاكتيف إمتى؟ لو البرين. Which of the following can cause fat necrosis؟ إيه الفات نيكروزس ده؟ فاتي تيشو اتدمر، يا إما في البريست نتيجة للتروما، يا إما في البنكرياس نتيجة لأكيوت بنكرياتيتس. كوليسيستيتس التهاب في المرارة، أبندسيتس التهاب الزائدة الدودية، هيباتيتس التهاب الليفر، بايلونيفرايتس التهاب الكلية والحالب. لا هو اللي صح البنكرياتيتس، بنكرياتيتس في انزيمات بتهضم الدهون، لو حصل التهاب في البنكرياس يطلع الانزيمات يهضم الدهون تمام، يعمل فات نيكروزس. يبقى الفات نيكروزس في حاجتين، بريست اسمه تروماتيك فات نيكروزس، وفي البنكرياس او بنكرياتيتس يعني الاكيوت بنكرياتيتس اسمه انزيماتيك. ده للنوعين الموجودين في الفات نيكروز. Which of the following is most susceptible to liquefactive necrosis؟ ها liquefactive السائل، مين اللي بيتحول لسائل؟ المخ الطري بتاعنا يتحول لسائل، للبرين هو الوحيد. A 25 year old female، female انثى عندها 25 سنه، has a hard mass in her breast، عندها ماس صلبه كده ناشفه in her breast في الثدي بتاعها. بايوبسي شود رابشر اوف فات سيلز، في رابشر في فات سيل، خلايا الدهنيه مرابشره منفجره. كرونيك انفلاماتورو، في انفلاميشن في المكان، في فايبروزس، في كالسيفيكيشن، وده اللي عامل الصلابه دي. فالواحد يقول ايه ده، ده ورم ده ولا ايه؟ ده بما انه في كده خلايا مرابشره كده، فات سيلز انفجرت كده، يبقى اكيد ده عباره عن فات نيكروزس. فات نيكروزس بيحصل نتيجة لإيه؟ حصل تروما في البريست، الست دي ما خدتش بالها، حصل تروما ومع الوقت الخلايا ماتت، حصل فيبروزس، كالسيفيكيشن، بقى حاسس بجلكوعة ناشفة كده. بس هي في الأساس كان في خبطة في المكان ده، فده فات نيكروزس. طالما لقينا رابشر فات سيلز وفايبرز ومش عارفة إيه وكده، يبقى ده فات نيكروزس، تروماتيك فات نيكروزس. فات نيكروزس may be found in إيه؟ ممكن الفات نيكروزس قلنا هنشوفه في حاجتين، يا بريست يا بنكرياس. هنلاقيه في اللونج، سبلين، الباول، الامعاء، الشولدر، الكتف، لا البريست طبعا، تروما اوف ذا بريست رقم دي. وان اوف ذا فولونج از ايريفرسبل سيل انجري، ايريفرسبل يعني لا يمكن الرجوع فيه، يعني كروزس يا ابوبتوز، ابوبتوزس اه صح، فاتي تشينج دي ريفرسبل، ريفرسبل انترا سيل اكيوميليشن بروتين، كل الحاجات دي ريفرسبل، يبقى الوحيده الايريفرسبل هي الابوبتوزس. 35 year old AIDS female، female عندها AIDS patient، جاية عندها الإيدز، جاية المستشفى الهوسبيتال diagnosed as pulmonary TB، عندها مرض السل أو الدرن، pulmonary tuberculosis أو TB. أي نوع من نيكروزس؟ TB، طب أطباء، جبنة الأطباء، ها كيزياس نيكروزس، كيزياس نيكروزس مهمة أوي. كيزيشن نيكروزس از موست كاركترستيك اوف ايه؟ كيزيشن نيكروزس او كيزياس نيكروزس هي نفس الكلام، الجبنه اهي، جبنه مشهوره في التي بي، مش موجوده غير في التي بي. انزيماتيك فات نيكروزس يعني في تكسير في خلايا الدهنيه بسبب الانزيمات، قلنا مين اللي بيعملها؟ الاكيوت بنكرياتيتس، يطلع الانزيم اللايبيز اللي جواه يهدم في الدهون بسبب ان هو حصل في التهاب فبدا يخرج الانزيم بتاعه. فدي عباره عن انزيماتيك فات نيكروزس اكيوت بنكرياتيتس. ريجاردنج ابوبتوزس ويتش اوف ذا فولوينج از ترو، تعال نشوف الجمل دي كده ونشوف مين اللي في صح فيهم عن الابوبتوزس. سيل سويلنج، لا الابوبتوزس الخليه بتبقى شرينكج مكرمش على بعضها ومنزويه على بعضها كده قبل ما تنتحر. ديس اوف لارج جروب، لارج جروب اوف سيل ده اسمه نيكروزس مش ابوبتوزس. كاريوركسز تكسير في النيوكلس، اه بيحصل تكسير في النيوكلس. رابشر اوف سيل ممبرين، لا السيل ممبرين بيفضل سليم لفتره طويله، يبقى دي غلط. سراوندد باي انفلاميشن، النيكروزس اللي بيبقى حواليه منطقه انفلاميشن زعلانه على الخلايا اللي متدمره، اما الابوبتوزس مش حواليه انفلاميشن ولا حاجه، بيموت بسلام، بينتحر بسلام كده. طيب فيبرينويد نيكروزس، ايه الفيبرينويد نيكروزس ده؟ ده حاجه من انواع النيكروزس ما بيبانش الا تحت الميكروسكوب، بيظهر في الارترز تحت الميكروسكوب في مرض اسمه بولي ارترايتس نودوزا، يتكون ماده شبه الفايبرين كده تتجمع في جدار الارترز
اسمها بولي ارترايتس نودوزا، المرض اسمه بولي ارترايتس نودوزا، يحصل في فيبرينويد نيكروزس. يبقى الفيبرينويد نيكروزس الاكزامبل عليه بولي ارترايتس نودوزا. احنا كده انتهينا من الام سي كيو بتاع المحاضره الثالثه، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.